أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كنا عروح قبل الله من آيات كوي وصدنا سورة النساء، فنكون جوا إن شاء الله تعالى آيات الله يا فرتنا ذي سل سورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هديات كفغاتان كبائر ما تنهون عنه وحل ذكريب يوكيس واوين نكفر عنكم وحل إلا فينا سيئاتكم الدنبياليه النير يران والذين لا فين وندخلكم وحل ذين جرينينا مدخلا ميل لقلو كريما ونكسن. آياتنا وحي كم تهي آياتها وبشارة بضا المؤمنين ته إلى سبحانه وتعالى وحن روح عضينا يا ذنوبتا بن آدم كان لغنى هي اللود دي دي لوقف ايه وقف سبيان كوائر يا صغير ذنوب واوين يا ذنوب يريان ذنوبتا واوين وذنوبتا حد إله أسميه أما تهديد يا قودي ورب الدبادقي يعني وحا روحي سبعي حد أسألو سميه سيد الزنا دا أوكال سيد التوقنمة دا يوحي اللحظ أوكال يعني حد بيليه الأسميه وذنب كبيرة وعقلوا ذنب كبيرة ذنب كستو إلى هالجودي مضبرني وروحي وحص مايو ولا عذابي ذنب جيس الله في مايو ولا الله عنضي أهيم النوع عصو ضبرني كاسة كبيرة صغير وح نقول يا ذنوب تا وتهديد يا جودنا الله ضبرني حدنا ربي وصل وصميني هذا ما ذنوب تا ووين روح هذا إسكي إلى اليوم ذنوب تا ووين وصل كل كوا يرير إله وأضاف يا سبحانه وتعالى ذنوبته يريرنا دي أسباب بدن والأضاف يا شرتايو رسولك أنه عدي عليه الصلاة والسلام وحكم ذا رمضان إلى رمضان كان اللي جاره إن ذنوبته يرير بأضاف يا جمعة روحي تكذو جمعة كلا أنت ود حيسو ذنوبته يريرنا دي الأضاف يا ويسدع يا كم ذا وحيا بحاس أما ذنوبته ووي waxay u baahan yihiin toobakeen iyo ilaahay loo noqdo loo toobakeeno ayay dhaafitaankeeda u baahan tahay kastoo ilaahay iska dhaafi karo dambi way ruux ku dhacay inuu iska caafiyo ay dhici karto ay dhici karto ma hayo way dhacdaa oo dhunub waa weyn ruux ku dhacay laakiin mu'mina haddana dhunubtiisa in loo dhaafo bacdu mu'miniin ilaahay u dhaafaya bacdana uu ciqaabaya subhanahu wa ta'ala. إن تجتنبوا هدي الكف وعتان كبائر ما شيء كيس واوين تنهون عنه لي ذكر ربي نكفر عنكم محلدين ضافينا سيئاتكم دبياليه نير يراعيا ندين ضافين وندخلكم محلدين جلينينا مدخلا ميل لقلو كريما ونكسا جنوي ولا تتمنوا هوها قلتاقنا ما وحي فضل الله إلى أوس الرئيسية به ما بعضكم قاركين على بعض قارك كلبك أوس الرئيسية للرجال رجع وحوسوا لذي نصيب قيم مما وحى اكتسبوا أشقيستان وللنساء دمر وحوسوا لذي نصيب قيم مما كي اكتسبنا أشقيستان واسأل الله أن لو يديست من فضله إحسانك إن الله اللي كان وحو هذا بكل شيء وحكست عليما مدو ولكل قف كستب جعل وحن ويا اللي مواليه وكبك نحلي مما وحي ترك أي كتجين الوالدان اللي وحد لي ولا قربون قرابة والذين قلدا عقدت أي حرت إيمانكم من كتينة فاتوهم قلدا سيا نصيبهم قيب قلدا سيا إن الله اللي كان وحو هذا على كل شيء وحكست شهيدا من مخاته حاضروه. هل كان لنا إله النوع الضين يا سبحانه وتعالى وها حسدني ماذا اللي إله ذو أيو علم جريا أسباب حسدني ماذا كان تو أيو ربي كهر تقيا وها جراء إله بن آدم كوا كرفض إلي آخر وكو كرفض إلي الدوية ذلو كو كرفض إلي عمل كآخر وكو كرفض إلي هي قار مؤمنين يا لغني قارنا كافرين مؤمنين تلفتوا ذاك لفض بضنو قف طاعة أي أسهل أن تهيو كد دالي يا قف طاعة أي كل رستاي تفضيل ربي وي سبحانه وتعالى إلى أن بيدي سوء حقوق أمانة أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي حق بين لهاي بولي ربي حق ما هكذا عنده طاعة حق لهاي يا لوشيده
يعني نما كما ين دارين ان طاعه ربي ان اي طاعه استان سهل بي وهيت سدا يا لوجيده مركا قال يا طاعه سدا لوو سالي قاده واكو ادغتahay تفضيل ربي وعكمدا الدويره اي ربي كلا فضلي او قال اي وحبدن سيي قال وحدحداد اي سيي قال واكو يريي واكو كلا فضلي هذا تفضيل يا ربي وكلا فضلي بني ادم كان aya laba qayb u qaybsamaya qayb shaqaysi ku yimaado oo ruuxa bini aadamka asaga uu xasilin karayo haduu ilaah waafajiyo iyo qayb shaqaysi iyo ruuxa inuu raadiyo ayayn ku suuroobi karin kuna xidneyn qaybta shaqaysi aan ku xidneyn waxa kamid ah raganimo iyo dumarnimo oo de ninka inuu nin noqdo inay gabadh uu gaba haween noqoto de kuma xidna wax ruuxa khiyaarkiisa ku iyo shaqadiisa ku xiran maaha wuxuu asaga doortayna maaha waa kamid ah qofka awlaad la siiyo iyo madalaysin laga dhigo xana qofka madalaysin uu noqdo deeb khiyaar asiga ugu leeyahay inuu awlaad helaana khiyaar asiga ugu leeyahay wayahay waxa jira waxyaabo ku xiran ruuxa dadaalkii waxa kamid ah waxyaabahaasi daadduyada inuu ruuxa maal helo inuu guursado maxay ahayd inuu baxaa cilmi yeesho wax barto waxyaabahaasi dadaalka ruuxa ku xiran tahay iyo waafajin rabbi subhanahu wa ta'ala waxyaabaha ruuxa dadaalkiisa iyo shaqadiisa aan ku xirnayn waxaasi wuxuu ruuxa kaga kaaftoomayaa oo keliya inta la siiyey inuu ku qanco kuna sabro cidda laga fadilayna uusan u hangaltaagin yacni haween ayaa laga dhigay waa inuusan raganimo u hangaltaagin oo ragga xasidnimo iyo uusan kula dhaqmin iyo maxaana looga sarraysiiyey iyo maxay u sarreeyaan iyo arrimaha qaar ahaaneen maxaa loo dhaxalka waxaan soo marnay dee wiilka inuu leeyahay gabadha labadeeda qayb sidoo kale diyada boqol weeye raggaa dumarkiina nis wey arrimahaas oo kale inuu ruuxa u hanqaltaagin ee ilaah wuxuu siiyey ee u qoondeeyey isagaa yaqaano xakiimaha ku qanco waxaa shaqaysiga ruuxa ku xiran oo ruuxa uu shaqaysan karo ruuxa ee kale wixii lagu fadilo rabbi uu siiyey waxbay uusan u hanqaltaagin ee laba arrimood ha isku daro laba arrimood ha sameeyo labada arrimood waxa weeye isagu ha raadsan ha shaqaysto hadduu cilmi yahayna cilmi ha barto hadduu camal adduunye yahayna ha shaqaysto shaqa ha raadsan taa waa mid haddaba shaqada keli wax laguma helee wasalullaha min fadlihi ilaahay ixsaankiisa weydiisto alla ku kalsoonawo ilaahu waxaan aan samaynay wax xalaalay iiga dhig wax xalaalaynay ii sahal wixii adduunyada bini aadamka aan kaga maarmi lahaana isii rabbiyow iguna qanci dee ilaaha baryo inuu shaqo raadsado isla markaana allihiisa baryo labada arrimood ha isku daro waayahay waa wixii shaqo ku xiran laakiin haddii qof kale wixii la siiyey aad u hanqaltaagto arrinka wuxuu keenayaa xasidnimo oo ah qof kale muxuu iiga fiicnaaday waxani muxuu u helay alla yaa ka qaadayo ka baabi'iya ama aniga yaa igu soo wareejiyay asaga faqiir ka dhiga waxyaaba noocaasi ruuxa inuu ku fikro waana xasidnimo lafteedii xasidnimadana rasuulka wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam taakulu lxasanaadka taakulu naaru lxadab xasidnimada ruuxa xasanaadka iyo wanaagii uu sameeyey camalkii wanaagsanaa ayaa wuxuu u cunayaa sida qoryo dab la saaroo kale yani waa baabi'in wey marka xasidnimadaasi si aad isaga ilaaliso qofkaa wax la siiyahaba u hanqaltaagin hana fiirin adigu shaqayso ilaahna fadligiisa weydiiso markaasuu rabbi wuxuu raaciyey ilaah garsoon ayuu sameeyey subxaanahu wa tacaala diintiisa garsoon ayay ku xidhan tahay bani aadamka dhaxal waxaan soo marnay way isku xidhan yihiin qofka qaraabadiisa ciddii asaga dhashay aabihii iyo hooyadii iyo qolyahaas iyo cidduu dhalay dad isku xidhan weeye oo isdhaxlayo waxaa lamid ee dadka walaalaha iyo adeerada iyo ilmo-adeerada iyo xijaab wax la yidhaahdaan jiraay haddii aan la isxijaabin iyaduna nasiib bay isku leeyihiin oo way isdhexlayaan waxaa kaloo nasiib isku leeyihiin inay isku xidhnaadaan oo wanaagga ay isu kaashadaanoo xumaanta iska celiyaan waxaa ka mid ah ilaah subxaanahu wa tacaala raxmadiisa iyo ixsaankii qoladii ballan ay ka dhexayso ballanta sideedii inay uoofiyaan laba ruux ayaa wada ballamay wanaaggan ay isu kaashadaan ayayna ku ballameen wax wanaagsan inay wada sameeyaan ayay ku ballameen ballanka sidiisi ha u oofiyaan ilaahna waa idinka warqabaa sida ayuu rabbi cadaynaya walaa tatamannow ha u hanqaltaagina maa wixii fadala allaahu ilaah uu ku fadilay bihi maaga bacdakum qaarkiina calaa bacdin qaarka kale uu kaga fadilay ha u hanqaltaagina lirijaali ragga waxaa usugan shaqaysta waaye macnihii lirijaali ragga waxaa usugan nasiibun nasiib
مما وحي اكتسبوا أي شقيستان وللنساء دمر وحاوسوا النصيب قيب مما وحي اكتسبنا أي شقيستان روح الشقهنة تاومت واسأل الله إلهنا ويديست من فضله دغدي سويديست رب سبحانه وتعالى لذلك بحر إن الله ألا كان وحو هذا بكل شيء وحكست عليما مدو ولكل قف كست رقي الضمر مدو البابا جعلنا وحرؤيا من موالي وكبك نحلي مما وحي ترك أي كتجين الوالدان اللواذي وحد لي والقربون وكبي قرابتها والذين قلد عقدت أي حرتي أيمانكم مدكتين قلد الله بلنتين وي فأعطوهم قلد سيا نصيرهم نصير قلد بلن كي وحي يقولها ينسيا إن الله اللي كان وحو هذا على كل شيء وحكست شهيدا مدقو جوقوا للرجال الرجال رجا قوامون قواما مند بدن ويا على النساء دمرك بما شيء سبب كي فضل الله الله فضل بعضهم قارك ولا على بعض قارك كانوا كفضل وبما وحي أنفقوا أي بحيا من أموالهم حوره ده حلوية فالصالحات قبلها والوناكسد قانتات كوا الله رسولك كأمر قادنا يوم حافظات رقودنا حفظنا يوم إلالنا يوم للغيب مغناشاه ومغيه بما حفظ الله إلى لنتو ألا إلى لي السبب كذا والله تيدوار كي تخافون أدك بغدان نشوزهن عاسقر وقود فعلوهن وانية أو وهجروهن كهاجرة في المضاجع جيفك كهاجرة واضربوهن قراع فإن أضعنكم هدي وركي نيلان فلا تبغوا هرادنين عليهن دوار كاسبيل وداء كقرد الرئيستان هرادنين إن الله ألا كان وحو هذا عليا متصريا كبيرا وين آياتنا رب سبحانه وتعالى لو أرموضا يوكو عضينا يا أرن كهوري بلا آدم هدو مال وذا جوغو لازم وحا ما هي من جائن ويشو يعني بلا آدم كاسي عدوه مامول إيا عدلا مامول وين يشو ولازم إنا السن ما واحد عكرا ما مجتمع ما يكون ولا النور ما وضا سن مكريان دولة واحد لو سبيا واسدا إلا دولة إلا سمي أشار إلوي واجب وي وضده مامل إلا سمي سبب كان روحا وي ابن آدم كنت فوضى مع أقبالي إن أنت اللي سكسي دائما والروحا دون تارة سمي اللي إلا هذا مسؤول روبا يسير ابن آدم كوا إنا يكلا سريا هاي اللي مدى قفا إس لازم سنة هل قولي كوا ذا النور الليلة والنهارة وذا تشوكتا وهل لازم أيامنا مدى حين إلا هذا وإيه رسولك عليه الصلاة والسلام أمر كبحيي هذه الله صفر يلور روح يسدح روح يوحك بغن مركا دادك سفرت بالله ويان إنا مرح سميستان أمير إنا سميستان وسدح لاقف أما الله وضع قف منو أيو أمير نغضاي وركي سلو سعداء مدن الله تليا ويو أدوية دا سلا كل سن دين تيننا سلا دابا هو دين النظام ودين نظام كسعود إسقرب سعود إسقرب أرد دين كسروا بماها ها أرماها سي أدلة دا كو عضيني كرا كميدا صلاة دا تكريني صلاة دا سنين بان نهور كعيا بس دي غاسا نبان بولا انتو تاري و تقناني انتو ركوع سيوا ركوع صلاني كبه البري كرد وانا دا سعوتين لازم ننكا سي ننكا نوفي عن هدوية هي ننكا نوفنا هدوية هي واسكمين ننكا نوفني تا هدي إمام الله قدي وخلاص وانتا بسعوني كواحوني هي أنه واسكم قرب سعوني إنما واهر سعوني إنما يسير ما رحت لي ماذا نواصلها يعني دولته هذه اللي سنتها كان هو اللي تهدو من حكيه إلى ما قالت واجبة وهذا مسؤولته لازم ويو النظام كان مسؤول له ويو حتى أمر قال شيء كان ضمن يجي قوس كان لسان ربي وحي لي هاي وإنا يكلا سريان قال في أكلا سرينا يامنا ننكا إيو قوارنا وإنو ننكا سريا وإنو ننكا مامورا قوس وإن الروحة لقى أمر قادة ليو ماشي كتالينا إيو ننكا وإنو نغضا السبب كوحا ويجي ninka madax looga dhigay horta in madax laga dhigaa sababka keenayo defowdo masuuroweys waanagii sheegay oo qoyska in madax loo sameeyo laasbu iyo labadii ruux ee safarta ahayde muddo yar uu safar ku jiray kala tagi lahaa ayaa madax laga dhigay miday laba ruux is laasbayo waligood meel aan u kala socorin inay fowdo ahaada ma dhici kartay horta madax in la sameeyo waa laasib madax inada ninka ku haboon laba arrimood ayuu rabbi sheegay ugu haboon yahay mid waxa weeye qaab abuurka loo abuuray ragga iyo dumarka ayaa kala duwano ninka qaab maamul iyo madaxtinimo rabbi uu abuuray xagga aqaliga fikirka sabarka dulqaadka caaqibada iyo waxyaabaha dambe fiiradiisa waxyaabahaasi dee muxuu ahaa waxa muraasib uga dhigay inuu madax noqdo waa qaabka loo abuuray
هوانكو إن أي مستقبلك إن بان كفكرين عاطفة وضع إن أي سهل أنت هاي وفضود هاي أو وحي مكا أم غضوهم كري أي لك عاو إحنا يقانوي وحدو قرني مكا أسكو يرد عضان دقال ما شو طبيك بالله بي أجلوك لتقلها يهك بالله بي بلو على غيابة إن إلهي رسولك يسمى حتى حالي مونا قويسو الله يرسو اسكو خلافتين هذا ما سيرتها وقدرك وهي يعني نيكرا وحيا طلاق هذه لو دي بلا دبر كل دي لا ادنك هاينيا لا هذه ايش كو سوي دي انا قالو يلا نيكرا وحاركي ها انا غورسنيا لا تنجير شيء تنجير يو كو غورسن سلاش انجير ايا الاسلغار يا بقول جير ولي هذا طلاق بو سفر ولي انت الاسخلاف واكيسني واسمري وياي وعي توصل إنك هاسي مستقبل كي يعاقب هذا إنه كفكرة يدلقات كيسة أنت أولئك يعني سبب كيسة يأذي كيسة مر عيبنا ما هاي سيد هاسي الله أكل أبو ريو لبعض الروح دان لك لا سريسين دي لبعض ما ملمو ولا جوي كرتو إنه خلاص الرياض سيد أبو ريهين الدنيا ذا كل سنة أرنك الله الله ويه وبما أنفقوا من أموالهم نينك واجبات قارة هاني على ساري واجبات كاسي دي والوحي حولك وصابصر ودن ودوشي wixii meesha lagu deegila horta marka hore la isninka xasadaba meher waajib asan waajib ku ah ee labada ruux isku daneysan hayaan caruur bay wada dhalayaan oo dantooda weeye asaga waajib gaar ahaaneed iyo xoolo la dulsaaray oo meher baa lagu waajibi walaas labaad nafaqadi asaga ay saarantay biilki guriga asagu saaran yahay arbixii asagu saaran yahay ciyaalki iyo noloshoodi iyo maamulkoodi asaga ayuu saaran yahay waajibaadka maaliga oo dhan asaga la saaray هي واجبات في مالك أنت الغصارو إن هذانا عدك لا أي كوبا مشو أري عدوي عدالة من من غنيس إلى ما دام واجبات كني كغصاري يهذرة ما راح كل جاي إن ماشي واجبات ككل بحين يين ومامرو وكا يشرح كذي وهنا أري مناسبة مرك هاري قام أبوك مرك لا أجانا ما راح نمو كوه بوي هينك مرك الله بعد واجبات كمالية إلا سارينا مقابل كيسا نكي وإلا السيايو وللرجال عليهم الدرجة وأنك يصومني باقرد انت أمركم نوع عدي رب أيو إله وحو نو شيغي تمركا ونوانا أكسر لما أهر موضع اسكو دانيا قانتات إلهي رسول كيسا يطيع عيان ومؤمنات توصنوا ونوانا أكسنوا وصلاة الله هذا الدين توضاكو توصوي حافظات الرقودنا وإلالنا يانو وحفظنا يانو واجبات كلها سدوا هاي البدريان هدو مقيا هي هدو شوكب أرنك الله عز وجل عيدا كذا هذا لي خلاف بعد عكرية الله روح من وذا جوك تدي مرة إنه يسقط عا واحد عكروي خلاف كاسي سد عقيم أيوب قب سما ننك إسلام تو هذا إس خلافا خلاف كسد عقيم أيوب ربي وقيبي سد هذا هو أمر الدنيا كدنيا سد هذا سي أرنك أبو هوري gardarada inay gabadh leedahay oo dhibaatooyada ay gabadh wado arinka labaadna ninka inuu gardarada leeyahay arinka saddexaadna in la garan waayo cid gardarada leh ninka gardarada wado banaagta gardarada wado waa la garan waayo saddex arimood la halkani aayadan rabbu wuxuu kaga hadlay gardarada haday gabadh leedahay aayada soo socotaana wuxuu kaga hadlay hadii la garan waayo cid gardarada leh aayad dambe oo u tagi doono waa in imraatun khaafad min baaliha nushuzan aw i'raadan ninka haduu gardarada leeyahay ayuu kaga hadlay aayada wuxuu kaga hadlay gabadhu haday gardarada leedahay gabadha haday gardarada leedahay saddex darajo oo kala horeeya ayuu ninka sameynaya darajada ugu hore waxa way wacdin waanid wax buu sheegay waa calin xulay gabadha yahay isagana sax ma aha reerkiina kuma islaan karayo waajib baad ugu leedahay waajibkaas inaan gutaa waajib igu ah adigana waajib baan kugu leeyahay waajibkayga inaad gudataa waajib kugu ah marka waajibkayga gudo si waajibkii aad igu laheedna dee uu igu sugnaado oo aan kugu gudo reerkana uu dhisnaado wacdigaasu samaynaya wacdigaasi hadday hadduu ilaah ku anfaco kheer sidii la rabo wacdigii hadduu waxba ku anfici waayo oo ay warkaadii dhegaysan weydo wuxuu samaynayaa uu ka haajiri haajirida lagu sheegayana sida aayaduba ay sheegay fil madaajici gooshu kaga haajiri macnaha guriga kama tegay guriga uu joogaya hadduu islaamka la qabeyna habeenkeedii waa u soo hoyanayaa islaantan islaa habeenkii kale islaantii oo habeenkeedii uu siinaya laakiin gooshu kula seexanay kula seexan maayo gogol kale xaggaasuu gogol kale dhigani xaggu usii jeedsani
لهاد لي ماي خلاص بين خيط وسيني واحد واسين عقد درس الماي أرنك على سكوت سمين وارك الله بعد تاسي هدي أي أنفعله أي توه كيمته يصور نقطه بس دي لهم تهدى أنفعي ويدو وحوا أبو يرى إدبيني هسه ده سؤال ده كنا نبى هذه مرة فرق هذا يتصبح إيوه على يو حساس يكون نفر يايو وحوا أبو ماركتين لكن وش يجيل اللي يكون هاي تدي سؤال ده كنا نبى تاسي هدي إله وكسهله واي أرنتي سهلنات وخير هدي أرنتها سهلنا ويدو سد أحد الدرجة واحد كنا ما يكلا تبواي يعني سد أحد الدرجة أنت وأمره حتى واحد كسرين ويدو يعني تاس وا من فوق بيتك إن لا كلا تقع يين قاري أرنتها سورة بماشي كذا هذا اللي يأوك الرجال رجع قوى بوراك ومبلح إيوي ما مليا على النساء الدمر كي أي مامولا يانو أرهم هذا أي كفل يهين المامولي كران بما فضل الله فضل دعو ربي فضل عبادة مستدية لغنيه بتفضيل الله إله فضل دعو فضلي بعضهم قارك وضو فضلي ورقيا على بعض قارك كلا يكا فضلي وحق أبو رهان يكا فضلي وكا حيوب بديه وكا سبب بديه وكا عقل بديه وكا فكر بديه ومستقبل كا يكا فكريه طوامد يو بما أنفقوا بحنت أي بحنا يانو يكون فقينا يان من أموالهم حوله ذا يكون فقينا يان أرجع الوضوء فالصالحات قبلها والمناكسة قانتات كوا الله ذا يرسوك أطيع يوي حافظات رب ذا وحفظنا يان وإلالنا يان بما حفظ الله للغيب مغناشه ومغيه نيكا مركا وكمغيه يمركا أولا جوه وحفظنا يان بما حفظ الله وحفظنا الله وحفظي أيها الدرت هذا أي يحفظنا يا أما بما شيء سبب كي أي يحفظنا يا حفظ الله إله يحفظ يا يو إله أي حقوق نمك وصاره هاي نين كان بيلك يعرض بها يجري يدقاله دم دشي سلوا وصاره كم وصلنا لي كم كلا وصلنا لين إله ما كوجي ما كان ما دام ما أسرع حق لصاره وأرمها سير ربي ويحفظ يا دوار كاسي أي منافق حق وضي يحفظنا يا والله تي دو ماركي تخافون اتكب بغدان نشوزهن عاسي قلو قوده فعدوهن وانية وهجروهن كهاجرة في المضاجع الجيفك كهاجرة حتى اسي جيتسو واضربوهن قراع فإن أضعنكم هذي وركي مييران او اي توو كينار وحي اي كالنقضان فلا تبغوها الرادلين عليهن دو ماركا دو شوده سبيل وضعاتكو قرد الرئيستان هاي اسلاك وافعنات المهام ما أنا الحواء يرجع على وسق فعنات هذا فعنات ما أنا كونا شيك شيك توريا أوتر هذا هي أنا مرضى به جاءوا كيفاش مسرية يعني إذا مروا بحث مروا وياه فلا تبوها رادينين عليه إن دمرك هو رادينين سبيلا وضاعت كقرد الرئيستان إن الله أن كان وهو عظيم عليا متسرية كبيرة وين وين خفتم هذه أتكبر ضان شقاق بينهما نحو خلاف كسبة كبرين فبعثوا الدرا حكمان حاكم درا ومن أهله نك تركي سيا يو حكمان بالحاكم وهو من أهلها كمان تركي دا إن يريد الله هدي أيدونا يعني صلاحا ولا كدي أيدونا يعني يوفق الله الله وافجني بينهم ما نحضر إن الله الله كان وهو هذا عليما من علم البدر وخبيرا وهو البو مسألة دي لبعض يربي هاك في هذا اللي مسألة أنا واحد ويا لبعض يقف ويس خلافه خلافه كده نحتاجه عند قرد هذا وذرا ولا جنوي نكستو شيكتو نكستو تكتو ترى لو كانوا تكتو ترى ما حدا عي مد ول ببلاي و خو شيغان يا ماركا مقشو قرن قادني خليا اسلامت و عيله نفقي بس يو لو هادو كواي نا اسما نكي و خليا هي ماركا سو غلبا در با خي غسو و هي هدا غالبا قام لو حليا لوي و حلا سويديا نين رجا بالغا عادله كرسوري قرت هي قانو هذه الملكة اللي واحدة طلع سكرت هدوس قرني وأحكام توين ويا قانا جاي قرت إسلام توين ويا قانا وقبلنا حق يا رأى يا كاكب من لم يدوك نك حق يساء يا الله صاريا الله هدا يكفر أنت وآخر هدي كلنا من الله الله على قد يا أفرع أنت يا دو كفر يا الله صار مرك الله صار وحنري هاي ده كان أريم تودا بارا نحجرا وهي دي لنقطة أنا كحكمية
way ay dadkii bay baarayaan deriskii bay wareysanayaan cidii ka warqabto idil bay raadinayaan ayagay mid walba gooni ugu tagayaan oo warkiisa ay si fiican u dhageysanayaan qofka beenta sheegaya iyo qofka kale inay kala gartaan ayaa badan markay si fiican u dhageystaan waxay ku dadaalayaan reerkaasi inuu dhisnaado qofka gardarro ay u maleeyaan ay yiraahdaan iyo wada gardarrada waa u maleeyaan inay jooji qofka kale ay yiraahdaan war sabar oo reerka ha dhisnaado arrinkaasi hadduu sahlanaado waa khayr haddii ay u muuqato labadan ruux laba ruux la heshiisiin kara inayan ahayn haddii la isku soo celiyaana khilaaf iyo dagaal iyo rabsho baa weligeed jiriya weligood ma heshiinayaan hadday sidaa u muuqato way kala furayaan furitaankaasina ninka fur loogama baahna in la dhaho labadii loo saaraa fur ayagaa wakiilka ah khasab waay yacnii ninka in la yidhaahdo miyo arrintan aan soo garannay waa inaad furtaa may waa niyo ma heshiin kartaan miyaha waa idin kala furnay waa idan kala furnay khalaas ninka midba meelu ka baxaya ee arrinba waa furina hadduu yidhahda lagama dhegaysanay waxaa jira marar islaanta laga furi karo nigsigeeda oo furitaanka qof kale uu maamuli karo waxaa ka mid ah labada ruux oo ay isa soo dacweeyeen miaal nin ayaa masale aan kusoo marnay suuratu baqara jirtay waladiina yuluuna min nisaahim tarabbusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxim wain cazamu talaaqa faina allaha samiicun caliim ninka hadduu ka dhaarto islaantiisu yidhaahdo afar bilood wax ka badan shan bilood agtaada ma marayo kuma naagaysanayo ama weligeyba kuma naagaysanayo waayahay islaanta way dacweyni ninka markay dacweyso afar biloodaa la sugi afarta bilood markay dhamaata loo muqaadiga u yeeray ninka wuxuu leeyahay nin ow laba mid soo kal reerkaadi la dhaqo oo reer ka dhigo haddayan ahayn fur ma yeelay hadduu yidhaahda ka waran labadaba qaadigaa ka furi islaantii waa kaa furay waxa inta ka bax waa ma waqabti marka marar sidaa loo maamuli karaa jiraa ninka laakiin asalku ninka waa inuu dalaaqa isaga maamuliyo oo furitaan iyo qabitaan labadaba isaga hayo wain khiftum haddii aad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa dhexdooda khilaafkii haddii aad ka baqdaan fabcafuu dira xakaman mid xukminaya oo min ahlihi ninka tolkiisii ah iyo waxakaman mid xukminaya min ahliha gabadha tolkeedii ah in yuriidaa labada haddii ay doonayaan islaaxan inay wax wanaajiyaan hadday doonayaan yuwafiq illaahu sida wanaagsan ayuu rabbi waafajini baynahumaa dhexdooda ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliman mid cilmi badan oo khabiiran wax walbo wacbudu llaha alla caabuda oo walaa tushrikuu hala wadaajiriina bihi alle shay-a waxba wamin waalidayni labada idin dhashayna ixsaanan wanaag u sameeya wabidil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ixsaan u sameeya iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo waljaari deriska dil qurbaa dhawaanshaha u saaxiibka iyo waljaari deriskii aljurmi ee fogaa iyo wasaaxibi kan kula saaxiibka ah biljanbi dhinacay saaxiibku ulaa iyo wabni sabiili musaafirka iyo wamaakii malakat ay mulkisa imaanuku midigtiina ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man qof kaana ahaaday mukhtaalan mid kibir badan oo fakhuuran faan badan alladiina qoladaas uusan jeclay yabkhaluuna bakhiilaya wayamuruuna annaasa dadka amrayay bilbukli bakhiilnimo amrayay oo yaktubuuna qarinayay maa wixii aataahum allahu alle uu siiyey min fadlihi ixsaankiisa xaal uu yahay waacatadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina cidda gaalowday cadaaban cadaabka oo muhiinan ihaanaynayo aayaddani waxaa la yidhaahdaa aayatu lxuquuq alcashara toban xaq oo xuquuqda ugu waaweyn ee ruuxa lagu yeesho ugu horeeyo ayuu rabbi aayaddan ku sheegay tobankaa xaqa xaqa ugu hore allah iska leh ilaahiyo rasuulkii ayaa iska leh wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-a ilaah ila caabudo loona sharig yeelo mucaad binu jabal radia allahu canhu ayaa rasuulka wuxuu ku yidhi mucaadow ma taqaanaa ilaah xaqa uu ku leeyahay addoommihii ayagu si xaqa ilaah ay ku leeyihiin ma taqaan mayuu yidhi ilaah rasuulku wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaah xaqa addoommihii uu ku leeyahay waa inay caabudaan keligii ayana cibaadadaasi cidna kula wadaajinin ayay u sharig yeelin xaqaasuu ku leeyahay awala horta waa in cibaado laga helo cibaadadaasina alla waa inay u keli yeelaan waayahay xaqa alla alla ay ku leeyihiin addoomahana cid sidaa samaysay keligii caabuday inuusan cadaabin oo u janneeyo xaqaasay ku leeyihiin ayaa asna oo ilaah baa isku waajibiyey marka xaqa ugu hore allah iska leh wacbudullaha walaa tushriku bihi shay-a xaqa labaad labada waalid ayaa iska leh labadaada waalid xaqa labaad iyo darajada labaad ayay leeyihiin qur-aankana in badan ayuu soo celceliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna in badan ayuu ka dardaarmay xuquuqda ay kugu leeyihiin labada waalidna maadaama xaqa rabbi la dabadhigay waa garan kartaa intuu jiro
مانا سينا لبدا والد وهو هو يا ابو ايه هو يا حق وين سد احد رجع يكوين تاي نبا ولي ويد رسول عليه الصلاه والسلام مانا حق الناس بحسن صحبتي ان اسف يا عن غلط صاحبا وانا قسميه يا اخي وحق نبا بدل رسول هو يرى امك نيكي وحي يرى يا كحيغا امك ابو يرى رسول يا كحيغا امك سدح جرمك السيد على رسول الله يمكى أفراد مفراد أبوك منه وهذا قرن كرتاي ودهوية يا بين يسنين واحد هذا فصل إن إيش شيء جينا معها وأيو أبو ولي على الله كم قادم منا كوا العلم منا كأمورين ناس لكم النوتي هيك حتى مركا عن جو ويعد قصاك هي هاي سك والقبت دقالين هي أبوي دوي من يعني هوي ده حقوق ده iyo dibka ay anuga ka marayso wax isu fasiraya ma keedib xuquuq sida u kala sareeyso ayu Israa'iil ka soo rabbi subhanahu wa ta'ala u dambaysiye inda gacanti in ku jirto maamulaysan allele inda ihsaan u sameeyo inda waxay noqon karaan adoomo aad leedahay waxay noqon karaan maalka aad leedahay oo maalka aad leedahay haduu nool yahay oo loo yeegel iyo ar iyo wax iyo waraadka ku yahayna xuquuq gaar ah aad u leeyahay حوض أولياء وين أبغى ليسا أبتان يعنتي وين أسيسا وذو سنقاد كريم وين هذا صارين شغلة وقبان كره كري أو وين هذا كقبتة شغلة اللي قلت لجرين أما وذو سنقاد كريم وين هذا صارين هدوس النولينا والله عجي وحلا ميدا أي تاهي حقوق ذا يقول هذا هي مركع أتسوكس بمال حلال وين أتسوكس أنت مركع أتبحين إلى مال إلى حلال وكيه وين أكون بحسا حقوق ذا يقول هذا هي way xuquuqdaas rabbi wadaayay waxa kamida maal dad la siinayo ihsaan dad loo sameeyay dadka ihsaanka loo sameeyay waxa kamida masaakiinta agoonta musaafiriinta qolada sida qoladaas ihsaanka loo sameeyay laba qayb buu noqon karaa iyo ihsaan maaliya oo maal loo ihsaan sameeyay iyo ihsaan aan maal ahayn sida qofkii musaafirka in la tilmaamo haddii dhibaato cid gaarsiin la arko laga qabto loo laga reebo waddadii loo sahlo iyo meesho mari laha xisaankay ka mid tahay awonka inaad dhibaato loo sameeyin bal hadal fiican inuu la hadlo madaxa loo salaaxo xisaankay ka mid tahay wax la siiyo kaba si sareysa wayay hadaba ihsaankaasi cidii ku baxeesho yurub u gudiyay raaciyo qoladii ihsaanka bixin weeyday goodiso oo xaqii alle u siiyo wixii alle u siiyo xaqii lagu laha ka bixin weeydo qoladaasi ilaahay u xulan yahay haye haqa dhulayaha lagu noqon karaya sida hadda sheegnayba maal lagu noqon karaya wuxuu noqon karaya wax tar kale sida cilmi iyo wax la mid ah qoladaasi cadaab adag buu rabbi ugu goodinaya wa'budullaha alla a'budu wa la tushriku hal wa la jinina bihi alla shay'a wa huwa bil walidayni labadiyadin nashayna ihsana wa la usamiya wa bidil qurba qaraabada kuwa u saaxiibkeena ihsaan u sameeya wal yataama agoonta ihsaan u sameeya wal masaakiini masaakiinta ihsaan u sameeya والجار الدرس كإحسان وصمي درس كي ذي القربان وشاء صاحبك يا والجار الدرس إحسان وصمي جار كي الجنوب فوا ذي الجار ذي القربة لما معنى يا لما دم الله ولا معنى وحوى ذي القربة قرابة نبوك وقوله درس ويا قرابة نبوك ولا يهي درس نبوك ولا يهي لما حبوك ولا يهي وحكى له سوق الكلام درس ويا قرقي سنة وقوله يهي oo dirs aan macna waa halka isteeda iyo isla wada degantiina waa dirs qurbaha ku dhow dirsnimu kuugu dhow yahay qaraabanimo way isku kuugu dhawaane labada macna soo galaya wal jaaril junubina labada cagsigooda soo galayaayo waa dirs laakiin dirsnimadiisa waa ka fog tahay nairobi baa wada degantiin gees buu ka degan yahay buu ka fog yahay iyo waa dirs qaraabana ma tiin islaam baa isla tiin ama haday doonto gaalaba wey waana kale yar fogtiin oo muxuu isba dhowidiin labada macna soo wada gelin labada xuquuq bay leeyihiin ee la taawaajib wal jaari dil quba wal jaari jur wal saahib qofka saahibka kuula bil janbi dhinaca ruuxa dhinaca saahibka ku tihiin xaq gaar ah aanay dulayay daris kale ma tiidin laakiin dhinaca saahib ku tiin dhinaca saahib ku tiin waxa soo galaya islaanta aan qabto yaani ninka iyo islaantiisa saahib bil janbi weeyis dhinaca saahib ku yihiin waxa soo galaya dadkii mihna iyo shaqo gaar ah ay ka wada dhaxayso oo hal meel ka wada shaqeynayo shaqo gaar ah ay ka wada dhaxayso wal jaari waxay soo galayaan wuxuu ahaa saaxiibul jam waxa kamid ah sidan oo kale dadka hal meel darsi ka wada qaadanaya inta ay isu yimaadaan darsi wada qaadanaya kadibna kala tagay
وصاحبي بالجنب بيسوقه يعني إحسان بيسقليه نبان وابن سبيلي يوم مسافرك يوم ماكي ملكة أمرك سيمانكم مدكتين ملكين إن الله الله لا يحب من جعل من روح كان هذا مختالا من كبير بدن فخورا يفهم بدن قف كبرية الضوء بدن قفارة يكفي عنها إيلتها قف كهرب من جعل سبحانه وتعالى على هذا الوية لأننا وحوي الذين قردوا ويبخلون البخيلي ويأمرون الناس ضدك من أمري بالبخل بخيل ما أمري وحول أمرك اللي إله علمي يا أقول لك اللي إله لنا ويكتبون قرنه ما أعطاهم الله ألا قدسي من فضله إحسان كيسا علمي يا قونت يا ضدك وحو قرنا منا كقرنه وأعتدنا وحام الديارنا للكافرين وقوة قالوا بي عذابا عذابك ومهينا إهانية والذين قرد ينفقون بحنية أموالهم حوله رياء الناس ضد استتسدي صدرت يدهم بحنية ولا يؤمنون بالله الله يولي ولا باليوم الآخر أهما اثنين يويكون الشيطان وشيطان نكاون نغضو قرينا صاحب له نكاون نغضو فصاء اللهم قرينا من جهة صاحب وحما وماذا عليهم نشرد محاكو سبا لو آمنوا هذه همين الله بالله الله يولي يوم الآخر وأنفقوا عبه الله مما كي رزقهم الله الله كي رزاقي وكان الله الله وحوا هذه بهم أيقا عليما مذي أيقانوا سفعا ويقانوا إن الله الله لا يظلم مظلم يوم إثقال ذرة قرآن جوح له وإن تقوها هدية هاتو حسنة وناك يضاعفها رب الله بلام ويؤتي وسين من لدنه أكتس وكسين أجرا أبار عظيما أيوي قال لي بخلق سويسي وحي إله أوسي علمي يوم نتلو دورا وهم نغضي قبا خيشي قال لي عذابا مهينا أي لودي وعجنا قال لي قال لي أنكسو كيني لبنان وقرأ واحد بحنية حوله هو بحنية علمي هو بحنية وددي للربي سمينية لكن دلا استوصي وإلى درتي وما سمينة يعني من آدم يستوصي يعني أنك ديق سوية الله واحد بحن بضنا في عرى إلا إلى الدونية كاسب إلي يا ربي الشيطان يا الله صاحبه وأنك يا شيطان يا صاحبه لقوية الشيطان أكو سمينة وأن الشيطان سيدي سمى مركة هرمى إن هذا واحد ونأكسان سمينين بكود دانية هدوك كي وايو واحد ونعكسه إنه فسهل يكود ذلك واحد ونعكسه إنه أتصميني إلى درت إن هذا أصمينينه مخلوق درت إن هذا أصمي يسود ذلك ما كشيطان الله صاحبه ولا لجوي وياه الله إله وحقه في عنا الله مؤمنين أنت أي نقدار إله يرز إله يرسول كيسية يوم القيامة الروميان مؤمنين توصل أي نقدار عملك أي قمر يان إلى درت أي أقبتان اسلام برك أنا وحي بحنا يعني أي بحيان إله درتنا وبحيان ولا وحي أنها النظر ويصد هذا ما عمل كيانا إله أقبلي وحكفي عنها كنس الرياء أعمال فربضان ولا أقبلي أعمال فربضان وفساد أقلي وعكفي عن الله مرك عضوه إنت آتك إلى درتي إلهنا وكأقبلي أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول لي جري لمرك عضوه إنت كذي إلهي إنه إقا أقبلي هدان أقلها الله إله وابا مروكتو أقدع إليه ما هذا عين هي هذه حمو المرعي هذا اللي إقاء أقبله متقين تاكو درسم الله إنما يتقبل الله من المتقين برب إليه متقين تاكو درسم الله متقين رب المعذابي لكن وافعنا الله هذه واحد اللي أقبله أدوه إقاء عماشا فراها بدنا أتصميني هذه أنا لقاء أقبله وحاقاده غفي عن عمل يرى أتصميسه سيدا درت إذا رب إليه عمل كي يرى أتصميسه وإله درت أتصميسه رب ملو من أيه بل والله الله ضيا سوى فرب بدن أيونا كسين يا قيامة أن تصل من نوع عطيني والذين قرد ينفقون بحنية أموالهم حوله هذا رياء الناس دل استسدي سوى بحنية ولا يؤمنون أن رميسنين بالله إلهي ولا باليوم الآخر مالك قيامة أن رميسنين وأن يكون الشيطان الشيطان غفك أقول نغضي قرينا صاحب له نك أقول نغضي فصاء الله حبا قرينا من جهة صاحب له نك صاحب حباه وما لا عليهم تشهد محاها الله لو آمنوا هدي أيهمين الهايين بالله الله يولي يوم الآخر مالك القيامة أو أنفقوا أي بحين الهايين مما رزقهم الله الله وحاكو إرزاق وحكا مده وأي بحين الهايين وكان الله الله وحوا هذا بهم أيها عليما منهم وفكا مركوا بحين أن يدي سسلاء تربي وأبيه إن الله ألا لا يظلم مظلميه مثقال ذرة القرآن جوح لأيك روحك مظلمينه وإن تقوا وحاقوا بحية هدوية حسنة وحوة ناكسا يضاعفها ربي وقول الله ويؤتي وصين من لدنه أكدس الله وكسين قفكاس أجرا أبال عظيما أيوين فكيف أرنته هذا السنين نقوني إذا جئنا مركع الله نماظنا من كل أمة أمتك استحق هذا بشهيد من مخاتك عين
وجينا بك عرقنا أقولان إمادنا شهيدا حالا تايمين مرخاتك أي على هؤلاء قولانا يومئذ المالك يود وحي جعلانا يعني الذين قولاني كفروا قالوا وعصبوا الرسول رسول عاسي لو تصوى إن لسموا بهم أيها الأرض الروك لا لسموا ولا يكتبون الله الله لك قرين ما ين حديثا وحجري يا شكائك قرين يا مجرد هل كان إله سبحانه وتعالى وحنا غشكين يا يوم القيامة يا فرح مضى صوص عطين تايل إكتاي وحنا يا رب سبحانه وتعالى بل كورا ما لوحا جرى مخلوق ولن لسكينه مارك اللي سكينه أمد والمرسول كي الله صدره يا الله يريه رسول كي الله صدره أكون مرخاتك عيا وحيما هو مرخاتك عيا وحا كمدا ميلا مضانا وقصوا من ميلان وإنه لميهين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبته رسولي وعليك إذين دري قرادنا أنكو دري رسوله هرت ما قارسي سوحي أنكو سو دري ها ربي هو قارسي ويا ياك على مرخاتي أمد محمد يدا يا إيجا مرخاتي مرخاتي أمر كورنا مالا إيجا اللي ويدين إيا ميدي سو قارسي وحي كقرنا يا من الرب وشي بيا ويا نبي محمد إيا اللي كان عليه الصلاة والسلام أنا أقول مرخاتك عيا عند كسر عاسق لو قلنا يا ربي وقارسي واحد يسوي لي تسير وها يعني وقارسي جاي ده عاسق لو بين أيه جرتا سأدون تدري ما عن كفول حمدا أي تاجن تهي بل كور قلنا بل صورة يسوع أدوا إلى المهر جوجي نبي محمد الله كان عليه الصلاة والسلام محكمة دي لفوري مرخاتي النبي محمد ويا حاكم كلا إلهه أنا قاسي تبريا أنا سالم يعني يعني لا لوش مجرو مرا مجرو وحلا قرينا يا بين بين يا مجرته فناك وهو البيان بعد كاسي الى تصويرته وكم بحيا وحي تاي قلدي عاسي قلو دي ورسولك الورك يسدي دي اما الرسوشي هوري وركو دي دي بعد كاسي وحي جعلانا يا عرضا انه قدره ومحوها وحي اركيان حيوانات كيو عرضا اللي قدره وخلاص ايامنا وحي جعلانا يا عرضا اللي قدره وحساب لي يرهدو إيه وح نار لي يرهدو إيه وح جنة لي يرهدو إيه روحة وحوال السينيني وناك إسك جواب وعرى إسك النقضة إيه جعل الله لكن ما دعيسو وآيو أدوية دا إنتا جوغين رسول إيه الله صوت دار كتاب إيه الله صوت دار وحا لو عد جزاين وجرو هيا دا يوركا ديدين جزيه سيدو أها إيه اللو قدي بيا وكا فكيف حالات دو دسبين نقول إذا جئنا مكعا كينو من كل أمة أمد والمعان كينو بشهيد من ذكو مرخاتك عي وجئنا بك أذيقنا أنكو كينو شهيدا أذيقو مرخاتك عي على هؤلاء أمد ذكو مرخاتك عي يومئذ المالك يود وحي جعلانا يان الذين قلدي كفروا قالوا أو عصوا الرسول رسولك عاسيي وحي جعلانا يان لو تصوى إن غصب بهم أيها الأرض لك ولا يكتبون الله الله كقرين بيان حديثا وحي سميين يشاكع كقرين ايان نمجد الله وعلى صلى الله وسلم وبارك على نبينا